عسلامتكم. في الفيديو هذه باش نحكيو على دو برودوي تزيدو في الفاميتا اوبتيمولز. نذكركم انه الفاميتا اوبتيمولز هي اون مارك دو سوان في اوريفلام معموله ا باز دو بلانت ناتوريل اي سورتو لي بلانت نورديك. لي دو برودوي هذوما اللي هما دو ماسك دو برودوي كومبليمونتير. وتوا وليتو تعرفوا انه لي برودوي كومبليمونتير اي سون تري امبورطون باش نزيدوهم للروتين دو سوان نتاعنا الكوتيديان. خلينا نشوفوا مع بعضنا شنو هما لي دو برودوي هذوما، لشكون نعطيوهم، شنو فيوستهم، وكيفيه الاستعمال نتاعهم. البرودوي الاولاني اللي هو ان ماسك ايدراتون، واللي هو هذا. شنو فيه ماسك ايدراتون؟ فيه دو اكتيف. الاكتيف الاولاني تعرفوه برشا اللي هو الاسيد هيالورونيك. كي نحكيو على الاسيد هيالورونيك نعرفوا انه اقوى حاجه ايدراتونت بور لا بو. الاسيد هيالورونيك سي اون موليكول موجوده في البشره نتاعنا بيان سور، سوف كو افيك لي نوفيل تكنولوجي ولينا نزيدو نعطيو للبشره نتاعنا اكثر اسيد هيالورونيك. المعلومه اللي لازمكم تعرفوها انه الاسيد هيالورونيك هو موليكول تنجم تاخذ 1000 مره قد الوزن نتاعها ماء، وهذايا حاجه تولي تقوي ليدغاتاسيون في البشره نتاعنا. وكيما نعرف اون بو بيان ايدغاتي سي اون بو تري سين. الاسيد هيالورونيك اللي اخترته اوريفلام واللي موجود دون لا بلوبار دي برودوي نتاع ليدغاتاسيون نتاعنا هما سي دي موليكول صغار، دي ميكرو موليكول. علاش؟ على خاطر كي تبدا اون ميكرو موليكول معناها اون موليكول صغيره هي اللي البشره نتاعنا تقبلها بطريقه سريعه، معناها لابسوربسيون باش تقول رابيد اي او ميم تان بلو بروفوند. دونك الاسيد هيالورونيك في الماسك نتاعنا هذايا اوبتيمولز شنو باش يعمل؟ باش يحاول يقوي في ليدغاتاسيون نتاع البشره نتاعنا، ويحاول زادا اكثر يخلي الماء يقعد في اعماق البشره نتاعنا من غير ما نخسروه ويتبخر. الاكتيف الثاني اللي هو لو سكر دو لا فرامبواز. شنو هو فايدة السكر هذايا؟ هو سي ان انتي اوكسيدون فيه لا فيتامين او بي اي سورتو لا فيتامين سي اللي هي معروفه برشا اللي هي انتي اوكسيدونت اي سورتو contre les radicaux libres. وتعرفوا انه tous les produits anti-radicaux libres هو اكثر برودويات اللي يحميو البشره نتاعنا. الحاجه الاخرى اللي يعطيها لو سكر اللي هي ليدراتاسيون اي بيان سور بوكو دو نوتريمون بور لا بو. وهكا بيان سور اسيد هيالورونيك ومعاه لو سكر يظهر لي الزوز يتناسبوا باش يعطيونا لو ماكسيموم ديدراتاسيون اي دو بروتيكسيون pour notre peau. Le produit الثاني ولا الماسك الثاني اللي ينضم لي اوبتيمولز اللي هو لو ماسك بوريفيان. شنو هو الاكتيف اللي موجود في الماسك هذا؟ هو لاسابونين. لاسابونين معروفه برشا على خاطرها حاجه من انواع لي زيمولسيفيون. لي زيمولسيفيون نلقاوه اون جينيرال دون لي نيتويان. دونك هوني لاسابونين هي ايسو من دي بلانت ناتوريل، ولا بلانت اللي خدنا منها سابونين هي لورتي بلانش. شنو يعمل السابونين وشنو الحكايات هذوما اللي قاعد تحكينا فيهم انس؟ دونك سهله برشا. دون لي برودوي نيتويان، لي برودوي اللي احنا نستعملوهم لتنظيف البشره، نستعملو دي برودوي اللي هما باش ينظفونا ولا باش يقويونا لو بوفوار نيتويان، دونك قوه التنظيف في البشره نتاعنا. بيان سور لازم نستعملوا دي برودوي كيما هكا. دونك الماسك هذايا شنو هو؟ الماسك هذايا تو سامبلومون مجعول بيسكو فيه لي سابونين نورمالمون بور نيتوايي لا بو. مش هذا اكاهو، باش نلقى زاد لو شاربون، ولو شاربون تعرفوه برشا الى un pouvoir nettoyant à la surface de la peau. Le charbon اللي موجود اللي خديناه في الماسك هذايا هو من لوح، من لوح هذايا صارت له كومبستيون. دونك سي ان شاربون سي ناتوريل. دونك خلطنا السابونين مع الشاربون، لي دو عطاونا ان ماسك بوريفيان. كيفاش نستعملوا لي دو ماسك هذوما؟ لي دو ماسك الحاجه لازمكم تعرفوها اللي هما يتماشيو مع كامل انواع البشره. شنو معناها؟ معناها بوسيش بو ميكس والبو غراس الكلهم ينجموا يستعملوا لي دو ماسك هذوما. تنجموا تستعملوهم او ميم طون ولا تنجموا تستعملوهم سيباريمون. شنو معناه؟ خلينا نفسركم كيفاش تستعملوهم سيباريمون. باغ اكزومبل اليوم مره في الاسبوع بيان سور تنجموا تقولوا باش نعمل ان ماسك ايدغاتون. دونك تولي تاخذ لو ماسك ايدغاتون وتحطه سور لونسومبل دو فيزاج بيان سور اون ايفيتون لو كونتور دي زيو، تقعد بيه 10 مينوت من بعد تشلو وتكمل الروتين دو سوان نتاعك. تنزم الاسبوع اللي من بعد تقرر باش تعمل تنظيفه كبيره ولا ان غرون ميناج بور لو فيزاج. وهوني وين تنجم تستعمل لو ماسك
بيريفيان. كيف كيف تحطه سور لونسومبل دو فيزاج وتبعت على لا زون سنسيبل اللي هي لا زون تاع كونتور دي زيو. بور لي بو ميكس ينجموا يستعملوا الزوز مع بعض. باغ اكزومبل لو ماسك بيريفيان نستعملوه على زون تي الزون اللي هي تبدا اكثر فيها سيبام اي لو ريست دو فيزاج نقولوا باش نخدموا على ليدراتاسيون. دونك اون ابليك لو ماسك اللي هو لو ماسك ديدراتاسيون جوست سور لخدود اي لونسومبل دو فيزاج بيان سور. لي دو ماسك كي تحطوهم عمركم ما ديباسيو 10 مينوت سورتو لو ماسك بيوريفيون. راهو لو ماسك بيوريفيون ما يلزموش يشيح على البشره نتاعكم. دونك خصنا وجهنا حطينا لو ماسك بيان سور اون اتون 10 مينوت ومن بعد ديريكتومون نشلو الوجه نتاعنا ونحطو لا روتين دو سوا نتاعنا كلكو سوا سيروم ولا لي كريم. لي ماسك بوف اتر اوتيليزي اون ا دو فوا ماكسيموم par semaine. معناها تنجم par exemple في وسط الجمعة زده كيف كيف تستعمل لو ماسك بيوريفيان و بعد جست بعد تستعمل لو ماسك هيدراتون ولا العكس. لو بلوز امبورطون انه ما تفوتوش دو ابليكاسيون par semaine ماكسيموم. لي برودوي كومبليمونتير هذوما تنجمو تربطوهم مع اي روتين دو سوان ديسپونيبل عندكم. بيان سور الاحسن ان تكون روتين اوبتيمالز على خاطر تعرفوا تو لي برودوي كوزميتيك ديما يخدموا ان سينرجي مع بعض وهكا تزيدوا تقويوا اكثر في الريزولتا نتاع الروتين دو سوان اللي نتوما تستعملوا فيه. كان عجبتكم الفيديو ما عليكم كان تكليكيو على اللينك هذايا باش نجمو تشوفوا لي زوتر فيديو اللي متواجدين على اوبتيمالز في شين يوتيوب اوريفلا. ما بقى لي كان نقولكم باي باي ونشوفكم في فيديو اخر.